تشوفي معامل الذكاء اللي احنا بنسميه الاي كيو. الاي كيو الناس فاكره ان هو مرتبط بالتحصيل الدراسي بس او بالنجاح المدرسي فقط، وللاسف ده كلام غير سليم. معامل الذكاء هو معامل جلوبال كده، يعني بيكون فيه اكتر من جزء. في عندك ذكاء عاطفي، ذكاء وجداني، ذكاء انفعالي، عندك ذكاء اجتماعي، يعني انواع متعدده. اوكي، الذكاء الاجتماعي يمكن هو اللي بيخرج كل انواع الذكاءات المتعدده في الاطار السليم او بالشكل الامثل. مش عايزين نقول ان هو اهم نوع من انواع الذكاءات، الا ان هو ده اللي بيبين الناس فعلا ممكن تكون نجحت في اي نوع من انواع الذكاءات او لا. اوكي، طيب هل اللي ما عندوش ذكاء اجتماعي ممكن يبقى عنده؟ سهل جدا ان هو يبقى عنده، لان الشيء يعني اشيع فيما مضى ان اللي ما عندوش ذكاء اجتماعي ده بيعيش طول حياته وهو مش اجتماعي وهو منطوي وهو متجنب، وده كلام غير سليم علميا. ويمكن حاليا احنا حاطين كتير جدا من البرامج العلاجيه الغير دوائيه اللي ما فيهاش اي ادويه ولا عقاقير طبيه، بتخلي اللي ما عندوش هذا الذكاء الاجتماعي يتمتع بما تبقى من حياته ويبدا يظهر كل اللي عنده. ايه هو الذكاء الاجتماعي؟ الف، دكتور مشهور كان موجود في حلقة من الحلقات وفجأة رن التليفون، استقبلته المذيعة، ابتدت تتكلم، دخل المتصل شتم الدكتور. الموقف هنا خد ويربك أي حد. اللي بيحسم الموقف هنا مش معامل الذكاء فقط، لا، معامل الذكاء الاجتماعي. إما أن الدكتور يدخل على طول اللي هو الضيف في منافسة مع المتصل وتبقى حرب على الهواء، أو إما أنه يتعامل معاه بذكاء أكتر ويحاول يفهم هو بيعمل كده ليه. ابتسم الضيف بشكل كبير وقال له انا محتاج اعرف بس انا غلطت في ايه، وياريت لو استفيد منك واتعلم منك، ومادام انا موجود على الشاشه يبقى انا محل قبول او رفض، محل تأييد او نقد، وبالتالي انت لازم تنقدني وانا هسمعك وهكتب وراك وكل اللي هتقوله هنفذه حتى لو ان كنت مش مقتنع بيه ما دمت انت واحد من المشاهدين. فضل المتصل يتكلم بمنتهى الهجوم لمده مش قليله، بعدها ما قالش اي حاجه مفيده، وهنا كانت الضربة القاضية اللي لازم يعملها الضيف مع المتصل. انت لما هجمتني ما هجمتنيش عشان انا قلت حاجة غلط، انت هجمتني ان انت عايز تقول اللي عندك، عايز تظهر، عايز تعلم على فلان. ده بيسموه ذكاء اجتماعي، انك ما تتخضش من الموقف في الاول وتقدر تظهر احسن ما عندك فيما بعد. المهم ان يكون عندك هذه المهارة. الذكاء الاجتماعي ببساطة وفي أبسط تعريفاته هو القدرة على أن أنت تحسن وضعك الاجتماعي وسط الناس في معاملات وعلاقات ممتدة ومستمرة بمهارات هي في الغالب مكتسبة. وبعض الناس بتسأل، هو في ناس بتتولد وهي ذكية اجتماعيا ولا ده بتتعلمه وهي عايشة؟ بالظبط. في الواقع ان الانسان يعني لو انا ما عنديش الذكاء الاجتماعي ده اقدر اتدرب عليه او اتمرن عليه؟ طبعا تقدري. هو الذكاء الاجتماعي احنا بنسميه سوشيال اي كيو، اللي هو معامل الذكاء بس بشكل اجتماعي، يعني ايه اللي بيظهر من الشخص تجاه المجتمع. اوكي، مش بس قدرته على التحصيل، مش بس قدرته على ان هو يحفظ، مش بس قدرته على ان هو يتعامل بشكل مختلف مع الالات والتولز المختلفه. الذكاء الاجتماعي هو اللي بيظهر مهارات الانسان مهما علت مهاراته او قدراته، لابد من ان يبقى فيه مهاره اجتماعيه تظهر هذه القدرات. لذلك منظمة الصحة العالمية مثلا لما عملت بحث سنة 2005 وحاولت تشوف ايه ناقص الأطباء من معلومات وقدرات عشان يمارسوا عملهم بشكل أفضل، كانت نتائج البحث مبهرة ان الأطباء لا ينقصهم لا المعلومات ولا القدرات، لان المعلومة بيحصل عليها من كتاب، من مرجع، من مؤتمر، من بحث، من ميل، من اي مكان، الا ان هو ينقصه المهارة، مهارة ايصال هذه المعلومة. المهارة دي مرتبطة تحديدا بالسوشيال اي كيو، بالذكاء الاجتماعي.